كما جرت العادة كل سنة كنحتفلوا باليوم الوطني للمستهلك في شراكة بين الوزارة وجمعيات حماية المستهلك. هذا اليوم عنده طبعة أساسية بحيث أن ما جيناش غير نقويو حماية المستهلك، ولكن الحركة الاستهلاكية بغات تلعب دور أساسي من أجل التغلب على الرهان الكبير اللي كتواجهه بلادنا، هو ندرة المياه واستهلاك المعقلان ديال هذه المادة الحيوية. هو موضوع اليوم، هو الموضوع اللي اخترته الحركات الاستهلاكية باش تساهم دورها من أجل تقوية حصانة البلاد، من أجل تقوية تحسيس المستهلك المواطنات والمواطنين لاستعمال معقلان ديال هذه المادة الحيوية. كما كتعرفوا احنا كنعرفوا السنة السادسة على التوالي ديال الجفاف في بلادنا، وكحركة مسؤولة كشراكة بين القطاع الجمعوي والقطاع الحكومي مسؤول، بغات تساهم الحركة الاستهلاكية لهذا الاحتفاظ على هذه المادة الحيوية اللي هي الماء. فبالطبع بأن هذا الاحتفاء له أهمية خاصة نظرا لاختيار الشعار، وهذا الشعار هو المستهلك والماء، علاقة المستهلك والماء، نظرا لأهمية الموضوع الذي يحظى بعناية لصاحب جلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده. فعلينا نحن كمجتمع مدني وكمستهلكين أن ننخرط في الخطوط العريضة الذي ندى بها صاحب جلالة، ألا وهو الاحتفاظ عن هذه الثروة المائية الذي أصبح مع الأسف الطقس وأصبحت المياه أو الأمطار لا تكفي لاحتياجاتنا اليومية أو للإنتاجية. فالطبع هناك الفلاحة، هناك الصناعة والسياحة كذلك، ولكن أهمية كبيرة يستهلكها المستهلك. وعندما نتكلم عن استهلاك الماء أو حزن تدبير الماء، لابد بأن الحضور في الأذهان ديالنا وهو تلوث الماء، بأن مرتبط استهلاك الماء وتلوث الماء فهما وجهان لعملة واحدة.